واش كتصحابوني هاد رمضان ما غندير سلسله ما غندير والو زعما ما يمكن. يو دير بنات السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو. فهاد رمضان ان شاء الله عندنا واحد السلسله في اربعه ديال الفيديوهات كل سبت مع اربعه ديال العشيه. القوانين ديال هاد السلسله بساط بزاف. هنا عندي بزاف ديال الاوراق، كل ورقه مكتوب فيها تحدي عنده علاقه بالفطور ديال رمضان. شي وحدين كتبتهم انا، شي وحدين صحابي خوتي، المهم جمعت بزاف التحديات هنايا. دابا شنو غنديروا؟ غنحركو مزيان وغنختاروا وحده غنقراوها، التحدي اللي غنلقاو فيها بيه غنصايبوا الفطور ديال رمضان. بسم الله. صايب فطور في ساعه هاي. دونك التحدي في هذا الفيديو هو نصايب فطور في ساعه واحده، يعني فطور ديال رمضان خاصني ساعه واحده باش نصايبو. تحدي مزيان، تحدي مزيان في المتناول، ما هو سهل ما هو صعيب بزاف. بون شويه صعيب. كاينين جوج شروط. اول حاجه ما خاصنيش نستعمل الوجبات اللي جاهزه نشدها من الفريغو مسخنه طن هاي واجده، لا خاصني كلشي نصايبو ازيرو. ثاني حاجه ما خاصنيش كاع نحبس كرونو، اون فوا نطلق الكرونو ما خاصنيش نحبسو كاع مهما كان السبب، غنخليه خدام. فبسم الله نبداو اول تحدي في هذه السلسله. رمضان رمضان رمضان. بما نبداو خلينا معكم واحد لايك، تابوناو في لاشين، اكتفيو لا كلوش، نبداو الفيديو. داكشي اللي خاصني قيدته في ورقه باش كاع ما نضيع الوقت. غنحاول اي حاجه غنحتاجها نحطها قريبه ليا باش نقدر نصايب فطور وغير في ساعه. خاصني اول حاجه نكون عارف شنو غندير ماشي عاد نفكر. ثاني حاجه خاصني داكشي اللي غنطيبو نحاول نطيبو اون باراليل دقه واحده، ماشي حاجه بحاجه ولكن كلشي دقه واحده. بالنسبه للوجبات اللي غادي يكونوا في الفطور، اول حاجه واللي غتكونوا عرفتوها شي حاجه كنحماق عليها كناكلها بزاف، تاكوس. ثاني حاجه غنصايب واحد بحال لي كورني وغنعمرهم، شفتهم في واحد الفيديو وبغيت نجربو. ثالث حاجه واللي غتكون اصعب حاجه واللي هو طاجين، غياخذ شويه الوقت ولكن الطاجين غادي يكون في خوي دماغ، يعني ماشي بزاف الوقت حيت بزربه كيطيبو. وثالث حاجه واخر حاجه واهم حاجه غنصايب سموجي ديال المونك. وواحد الحاجه عندي كاميرا هنا، الكاميرا رقم واحد وكاميرا رقم جوج، ها هي تصور لونجل ديال الكوزينه كامله باش تبان لكم مزيان. وهذا لونجل ها هي كاميرا رقم ثلاثه كتصور في هذه الجهه هذه، زعما الابداع 10 على 10. كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا هنا باش نبان لكم مزيان وباش قبل تملوا كل مره نبدل لكم اونجل. هنا نبدل الاونجل. دابا كلشي واجد، الزانغريديون كلهم قدامي، نقولوا بسم الله ونطلقوا الكرونو. بسم الله اب بدينا. ورق تاكو، هوت دوغ، جومبون ديال اللحم، وغنطيب في هادي باش نربح الوقت، نحط فيها كلشي دقه واحده. وبطبيعه الحال اول حاجه غنبدا بها غنصايب الطاجين هو الاول، نحطو يطيب وعاد نكمل. الذكاء الذكاء راه ما قولوا لي بعدا بالصحه. الموس او موس جديد ديال التقطاع احسن حاجه مول الموس. يلا السلام عليكم. وهذا الزعتر. انسان تافه والله. هذا الميلونج اسطوري، جربوا جربوا شي مره. يلا فوكس. هنا عندي تخليطه ديال الخوي دماغ، كاين هنا كاين سوريمي ياك،
وكاين الكالامار وكاين شنو اخر وكاين بوزروق وكاين الاخطبوط صافي هادشي اللي كاينين وكاين الكروفيت صافي هادشي اللي كاين. يلا كمل الطاجين. دابا المشكل راه ماشي في الوقت، المشكل هو الوقت محال يكفيني، يعني المشكل في الوقت، حيت باش تطيب بوحدو حاجه ياك وباش تصور حاجه اخرى خاصني في كل مره نديبلاص الكاميرا معايا وخاصني في كل مره نقاد الفوكس نبدل لوبجي ندير لوبجي ستوندار بوحدو ولوبجي ديال الزوم بوحدو وكل اوبجي عند الدور ديالو، فهاد الشيء كياخذ الوقت بزاف. نقيت البطاطا نقسمها على النص، نص غنصايب به الفريت للطاكوس والنص غنسلقو باش نقاد به اخر وجبه اللي قلت لكم ديال الكورن. اول حاجه بديت كندوخ عاد تفكرت كان خاصني نطبق البطاطا هي الاولى نقطعها ونحطها تسلق باش نربح الوقت، مشات هي من بالي. وثاني حاجه الكوزينه كانت مقاده في الاول الفيديو، فدابا ترونات بزاف نكملوا الفيديو. دابا غادي ندوز غادي نصايبو تاكوس وغنصايبو دوك اللعيبات اللي قلت لكم بحال لي كوغني ومعمرين باللحم وداك الشيء وغنحاول نضرب حيت القضيه بانت لي ماشي هي هذيك الحساب اللي كنضرب في راسي ما يخرجش ليا غالبا. عطي واحد الريحة جاية من الطاجين. لا 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 سمعوا سمعوا او 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 مشات الكاميرا مشات انت 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 عطي شحال بيدو بين تاكوس مدة بكليتو. اول حاجة جوج فرماجات عاديين نديرو ليهم هكا ونحطو الدجاج بحال هكا ودابا الهوت دوغ نقطعوها بحال هكا ونحط الهوت دوغ هنا ثالثة بالباب هنا وآخر حاجة شوية ديال الموتزاريلا حطوها بحال هكا هكا هنا تاكوس كيبان ناضي. دابا غنزيد شوية الكاتشوب من الفوق وعاد نجمعو ندير ليه بحال هكا واحد التقنية واعرة شوية الكاتشوب نزوه ونحطوه هنا عرفتي علاش باش ملي نجمعوه يبقى يلصق لينا هاد الجناب هذا. دابا ملي غنبغيو نجمعوه الفريت فين هو غندير شويه الفريت ماشي بزاف. دابا كما قلت لكم في الجمعه غتجي ساهله فهمتي كيفاش نديرو لها هكا يا ربي ما تقمعش نديرو لها هكا وهذا ندفعو اللور نديرو لها هكا ندوروها هاك هو وها هي البانيني حطوه هكا ونخليوه حتى يقرب يأذن عفوا تنقول الوقت محال غيكفيني. دابا داز 46 دقيقة صايبت فيها تاكوس وطاجين وباقي ليا لي كورني اللي قلت لكم والعصير. بون العصير ساهل لي كورني شوية غياخذوا الوقت وباقي ليا غير 14 دقيقة ميم با واش غيكفيني الوقت ولا لا. نحاول نزرب ونقاد اللعيبات غادي نصايبهم بالوراق ديال التاكوس نقطعهم على 4 هذا خويا الياس عزيز عليا صافي غير اخي الياس يوسف من اعز الناس عندي الله يحفظك صافي غير اخي يوسف قطعوا هكا ونقطعوا عاوتاني هكا. دابا هادو غادي نجمعوهم كيفاش بحال هكا واش هكا ولا قيت عاقل بلاتي بلاتي كيفاش كيجمعوا هادشي هكا هاي ما عندنا لا العذاب كامل نشدوها نحطوها هكا ونلويها هكا يلاه ماشي مشكل ماشي مشكل نديرو الديكور صافي واخا انا ما عندي ما الديكور على ود الفيديو كون ما كانش الفيديو غنشدها غندير ليها بحال هكا نعمرها هكا ندير ليها بحال شي خبزه بحال هكا صافي وغناكل.
وغندخلها في الفران تقريبا واحد 5 دقائق غير تقرمل واحد شويه. هاي بطاطا سلقتها قبيله وبردات وعاود سخنتها بالماء سخون حيت ضروري خاصها تكون سخونه. شويه الزبده، فرماجة ثانية، شوية حليب، هنجك ها هنجك، شوية الفرماج حمر ونقطعوه بحال هكا، غندير شوية الموتزاريلا ونقطعها مزيان طريفات صغيرة، جومبو نقطعوه طرافي صغيرة، هاهو هوت دوغ نقطعوها من النص، هنجكها منجكها، شوية ديال لانشون، ملحة وبزار ميكس، هنجكها منجكها ميكس. وها هي كيفاش جات من الداخل، شوية الموتزاريلا، فوالا طباخ ماهر معلم. وصافي نفس اللعيبة غنعاودها لهادشي كامل، ما بغيتش نطل على الكرونو ولكن غالبا في الساعة بقات لي حاجة وحدة واللي هو السمودي ديال المونك. دابا غنصايبوه، فين هو الثلج؟ فين هو الثلج؟ واو واو. ودابا غنصايبوه بالزربة ثلج. واحد اللعيبه ديما كتبان لي في الفيديوهات واليوم قررت نديرها. اون فوا تنقول المونك كيطيح في بالكم واحد الشكل ديال المونك، طاح في بالكم ياك؟ هذاك الشكل غنحاول نديرو دابا وغنشوفو كي غندير ليه. ها هي هكا من الجنب واقيلا هكا، ومن بعد نبدل الموس. راه موس صغير، راه موس نديرو ليه هكا هكا وهكا جهه اخرى. ها دابا خاصني نقلب هاد الجهه اخرى. ايا وها هو الشكل اللي كنت باغي ندير ديال المونغ. واه شي زلافه وشي معلقه بحال هادي ونحيدوا هاد المونغ هذا. المونغ عصير ديال الليمون باقي ما عصرتوش نسيتو. كأذن كأذن جبتها مع المغرب نيشان تقريبا. اي هي 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 هادشي كامل ساعة. الله يما عليا بالله. وفي الواقع ماشي ساعة كما قلت لكم قبيلة، ساعة و 25 دقيقة، ودابا شحال؟ دابا 7 وقصبين. يلا أد المغرب دابا بشي قسم، ودابا غادي نفطرو. ما قديتش نصايب هادشي كامل في ساعة، كون ما كانش عندي الفيديو كنت نقد نكمل في ساعة. كما قلت لكم التصوير خدا ليا بزاف الوقت، تقريبا نص ديال الوقت كامل داه غير التصوير، ولكن كنعتبر راسي قديت نجح في التحدي. هادشي كامل في ساعة راه ما ساهلاش، وعندنا طاجين، الطاجين كياخد الوقت. دابا باش غنبداو؟ نبداو بهادو، غندوقو هاد اللعيبات هما الأولين. أو ما لا واي واو. في الواقع كومبينيزون خطيرة خطيرة. ملاحظة، هاد الطاكوس عمرته خدامكم، ولكن هذا عمرته غير بالحشوة ديال هادو. شط ليا عمرت به الطاكوس، يعني حتى هو غيكون طاكوس واعر. دابا ندوزو ندوقو الطاكوس. او بو 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 او وو 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 تاكوس كومي سو دوا على حق وطريق. بسم الله واعر، غير هو شويه ناشف. كون درت صوص فخوماجير بلاصه الفرماج غتجي حسن. ابار هادشي جا واعر. دابا الطاجين، الطاجين غالبا غيكون واعر، غالبا فيه بزاف ديال الحوايج، فيه كالامار، فيه الكروفيت، فيه الاخطبوط، فيه السوغيمي، فيه بوزروك، عامر في بزاف ديال الحوايج، دونك غيجي واعر. ها هو هاد الشيء في جهه والطاجين في جهه اخرى. اخر حاجه السمودي ديالنا. بسم الله
واعر. العطية جا واعر بزاف، الفطور كامل كان واعر. هادشي اللي كان في الفيديو، ديت نصايب هادشي كامل تقريبا ساعة واحد شوية. نتلاقاو ان شاء الله في السبت الجاي في فيديو جديد في هاد السلسلة. نعاودو عاوتاني نجبدو شي حاجة، نقراو شنو هو التحدي وفيه غنصايبو الفطور عاوتاني. فهادشي اللي كاين، خلى معاكم واحد لايك، ابونا في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في السبت الجاي مع الربعة، كونوا واجدين. تهلا.